طب باشمهندس، دايما بنسمع ان زيت الجوبه هو زيت محركات طائرات وسيارات، ايه حقيقه الكلام ده؟ هو الحقيقه حضرتك عارف انت عربيتك مثلا لو الزيت الحراره وصلت 120-130 الزيت هيبقى ميه مش كده؟ طبعا. زيت الجوبه بيغلي عند 400 مئويه، وبعدين اختراقه للجلد حلو جدا. فكنت قابلت استاذ معادن في كندا قال لي طالما اختراقه للجلد عالي يبقى اختراقه للحديد عالي، فنتحط في السلندر هيبقى هيعمل يعني كوت شمعي او يعني طبقه شمعيه تمنع التاكل، وكمان هو اتحاد بالاكسجين قليل قوي فيبقى يقعد مده اطول ويستحمل حراره عاليه. خلاص، حضرتك على مستقبل هذه الزيوت الذهبيه حلم ان احنا نعمل زراعات، بس دي عاوزه جهه قويه في مصر، نعمل زراعه تجريبيه على مستوى محافظات صعيد مصر والحدوديه، الجهات المحافظات الحدوديه. انا عاوز ايه؟ عاوز الشباب اللي باحث عن العمل، عاوز ميه الصرف الصحي، عاوز الصحراء نزرع ونستعين بشباب الجامعات في كل محافظه، بحيث ان احنا نختار خلال 3-4 سنين احسن الاشجار الخاصه بكل محافظه، وفي الوقت نفسه نعمل ابحاث على تحويل زيت الجوجوبا الى زيوت صناعيه وخامات للصناعه. خلاص، الهدف من الزراعه وش تتعلم الشباب على شرط اي حد يشترك معايا هيكسب من اللي هيطلع، وهقول لك ازاي هيكسب. عاوزين احسن امهات عشان نوصل انتاجنا بقى حاليا بدل 1 طن نوصل 2 و2 وشويه طن لما نبقى احسن بذره. نقي احسن اشجار، يبقى الفدان الحاله دي هجيب لي 2 طن بذره اطلع منهم طن زيت. عندنا في مصر هنا الانتاجيه قد ايه؟ حوالي طن، حوالي احسن طن. احسن طن بذره يعني نص طن زيت. تقريبا ده احسن حاجه، كمان في حاجات اقل كتير. وفي نفس الوقت الشباب اللي في الجامعات يعمل ابحاث، اللي هيوصل ان هو يعمل زيت محرك او يوصل استخدام صناعي بصفه عامه هديله جنيه على اللتر، بس جهه الحكوميه يعني جنيه على المتر لمده 10 سنين.